ايوه يا ياسر انا وصلت خلاص. انت فين؟ ايه ده، في ايه؟ امسكي. ماشي يلا. تتجوزيني؟ قوم يا ياسر، قوم الناس تتفرج علينا. إيه؟ يا لهوي يا لهوي، انا ماليش في الطريقه دي خالص، وانا اللي جايه سايقه على سرعه مليون، وقلت انت بتتخانق ولا في مشكله؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ تصدقي يا جيني انك فصيله جدا على فكره؟ يعني انا جاي اعمل لك مفاجاه وحركات، قلت اطلعك من المود المنيل اللي انت فيه ده، تقومي تعملي كده؟ سوري يا ياسر، بس اصل الطريقه دي مش لايقه عليك، وبصراحه يعني ما بتاكلش معايا. يعني يا جيني انا بحاول اعمل اي حاجه تبسطك، يبقى ده رد فعلك؟ ينفع؟ طيب اسمعني. بص يا ياسر، انت بجد حاجه كبيره قوي قوي عندي، وانا تقريبا دلوقتي في أسوأ فتره في حياتي، وانت دايما بتحاول تبقى قوي وتقف معايا، ودي حاجه انا بقدرها جدا. وانا عارفه ان انا ممكن ابقى مش ببين، او ساعات بكون دبش شويه، بس والله اللي انت بتعمله ده بيأثر فيا جدا. بتدور على ايه؟ على اللي انت بتقولي له الكلام الحلو ده، اصل اكيد الكلام ده مش ليا انا يعني. يا رخم. لا الكلام ليك، وعلى فكره مش معنى ان انا مش بقوله يبقى انا مش حساه. على فكره انا مش عايز اي حاجه غير انك تكوني كويسه وبتضحكي، وكل اللي بيحصل ده على فكره هيعدي، وبكره هنقعد انا وانت نضحك على الكلام ده. والله يا ياسر انا حاسه ان انا في كابوس، واكيد هفوق منه، بس انا فعلا لو فضلت متهمه في نظر الناس في الموضوع ده انا مش هينفع افضل في مصر. اشترك في باقات واتش الشهريه، بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.